من مدينة أكادير كانت الانطلاقة الحقيقية لفهد الحمادي الذي شق طريقه بثبات نحو التألق، ليعد الآن واحد من أفضل حراس المرمى في الدوري المغربي. الانضباط في التدريب وقوة شخصيته منحته شرف قيادة الفريق. بديت مع فريق حسنات، بديت من الجنيور، بديت معهم لعبت العام ديال الجنيور، أبخي العام الثاني سنيور، ما كنا لعبت مع قحمني سي عبد الهادي سكيتيوي، دار فيا الثقة والحمد لله كنت عند حسن الظن ديالو، ما خيبتوش. ومن تما أبخي مشيت نادى عليا المدرب مصطفى مديح المنتخب الأولمبي، تماك فزنا بميدالية الذهبية في الألعاب الفرنكوفونية. أول شيء كنا نخسروا التركيز، كون عنده سميتو بون ريفليكس، وكان موجد مزيان الماتش لحقاش هو العنصر الوحيد اللي من وراه اي خطا دارت تماركا اصابه. فهد كيمتاز بارتماءات، كيمتاز باخلاق حسنه، حارس اللي ما تيضيعش الوقت وما كيعرفش يضيع الوقت بكل صراحه، تيلعب الكره من اجل الكره. هدف أي لاعب في مشواره الرياضي هو حمل القميص الوطني المغربي، طموح يراود فهد الحمادي منذ بداياته الكروية. إصابة نادي المياغري والتي أبعدته عن الميادين قد تمنح الفرصة لأسماء أخرى من أجل التألق. فهد الحمادي كنظن بأنه كيرجع له الفضل المسيرة اللي كانت موافقة ديال حسن الأكادير، لا في يعني في المراتب اللي كنا خديناها اللي كان الرابعه ولا كذلك في البطوله الثانيه، فكنظن بانه فهد الحمادي من خيرات الحراس اللي لازم اننا نعطيه حقه، ولازم انه المسؤولين ينتبهوا لهذا الحارس هذا ويتخذ هو يعني الفرصه ديالو باش يكون كذلك يحرص، لما لا انه يحرص المرمى ديال الفريق الوطني. الطموح ديالي هو انني يتنادى عليا المنتخب الوطني ان شاء الله وتعطيني فرصه حتى انا ونبين حتى انا شنو عندي ان شاء الله. فهد الحمادي سيواصل مشوار الألف ميل خطوة خطوة، متسلحا بالصبر وبالعمل للوصول إلى قمة المجد بطموح الكبار.